السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة طالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنبدأ حلقة جديدة في الفيزياء، واعتبر آخر حاجة إن شاء الله النهاردة في المنهج عشان نبدأ ننظم أمورنا كده في المراجعات. الفصل الثاني أو الباب الرابع، الباب الرابع الفصل الثاني ده عندنا في صفحة 130. الموضوع استنتاج قانون بقاء الطاقة الميكانيكي. ايه هو قانون بقاء الطاقة الميكانيكية؟ اولا معروف ان الطاقة الميكانيكية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة. طب ايه هو القانون بقى؟ يعني الطاقة الميكانيكية اهو ميكانيكال انرجي ايكوال كاينيتيك انرجي طاقة الحركة زائد طاقة الوضع بوتنشال انرجي. ما هي ديت الطاقة الميكانيكية، ودي اسمها الطاقة الميكانيكية. طاقة الميكانيكية ايه حكاية بقى القانون بتاعها، وايه حكاية بقاء؟ كلمة بقاء ديت زي قانون بقاء الطاقة العادية، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن يمكن تحويلها من صورة لأخرى. لا، هنا بقى القانون قانون بقاء الطاقة الميكانيكية مهم جدا في حاجة. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ده قانون بقاء الطاقة. لكن قانون بقاء الطاقة الميكانيكية بيقول لي مجموع طاقتي الوضع والحركة. ايه يعني؟ خلاص انا عارف ديت قبل كده، مالها بقى النهاردة؟ بيقول لي لجسم ثابت عند اي نقطة. اقولها تاني، مجموع طاقتي الوضع والحركة لجسم ثابت عند اي نقطة، ولا كأني قلت حاجة. طب تعالوا بقى نشوف الاستنتاج عشان نجيب من الاخر زي ما بيقولوا. جسم رفعناه لفوق مر بالنقطة ايه ومر بالنقطة ب، نقطة ألف ونقطة ب، عشان ما نقولش الأستاذ بتفزلك علينا. ها، يبقى الوقت هنا جسم ده سطح الأرض، ركزوا معايا بقى. من سطح الأرض للنقطة ألف أو النقطة ده هي بسميها واي وان. يعني ايه المسافة؟ انتم ملاحظين في الفيزياء اول ما اشتغلنا في الترم الاول خالص قلنا ان المسافة لها كذا رمز للأسف في المنهج عندنا. خلاص، يعني ممكن اقول اتش ده ارتفاع، ممكن اقول اكس، ممكن اقول دي. ها، واخيرا النهاردة بنتكلم عن مين؟ عن واي. مفيش مشكلة. ها، تعالوا بقى كده من سطح الارض اللي بقى واي اتنين، يعني معلش كده ادي الارض هيت وادي البلكونة الاولانية في البيت والبلكونة التانية اللي فوق. ايه مجموع طاقتي اللي عايزين نثبته بقى الوقت؟ تعتبره من سطح الارض الجسم اتحرك بسرعة في 1، من سطح الارض في 2. عاوز تقول ايه تاني؟ عايزين مجموع طاقتي الوضع والحركة عند النقطة ايه بيساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة عند النقطة ايه بي. هو ده الموضوع. يعني مجموع دي مع بعضها بيساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة مع بعضها. طيب يعني برضو كده قبل ما نثبت، يعني العنوان الوقتي اثبات قانون بقاء الطاقة ومسكوتش الميكانيكية ابناؤنا في الخارج. ها، واي حد في الازهر هنقول مفيش امتحان وهيتلغى ويبقى ممكن ربنا يفرج هذه الغمة وبإذن الله قريبا ونبدأ تاني نعيد حساباتنا في الامتحانات. يعني ياما مش هتقوم لو الامتحان اتأجل شهر، يعني ممكن يقول لك الشهر اللي بعد رمضان على طول، ايه المشكلة بعد العيد يعني؟ فربنا يعدي هذه الغمة على خير وهذا الابتلاء وهذه الفتن، آمين يا رب العالمين. إثبات قانون بقاء الطاقة الميكانيكية، أول ما أبدأ هقول أنا عندي نقطتين. النقطة الأولانية
عند، شوف اللفظ، عند النقطة ألف، خليها بالعربي. يلا، مطلوب من سيادتك ومن سيادتك الآتي، تكتبي لي مرة طاقة الوضع ومرة طاقة الايه الحركة. اشمعنى؟ اصل ديت مهمة. طاقة الوضع معروف اللي هي ايه، ام جي واي، ما كتبتش اي حاجة لسه. الكتلة واحدة، عجلة الجاذبية واحدة، ها ايه اللي ناقص؟ الواي بس اللي مختلف. ها يبقى الوقت هنا ايه؟ واي وان، لان انا قلت عند النقطة الف. طب تعالوا طاقة الحركة، نص ام في تربيع، ما كتبتش اي ارقام. طب انا اكتب ارقام ايه؟ الكتلة هي هي. طب هنا في واي تربيع اللي هي السرعة الابتدائية، خلاص احنا قلناها على طول ايه، سرعة رقم واحد. تعالوا بقى كده عند النقطة، عند النقطة ب، ايه اللي هيحصل؟ يبقى عند النقطة ب، ب او باء، ها نفس الكلمتين اللي فوق مع اختلاف بسيط، طاقة الوضع وعايزين طاقة الايه الحركة. ايه الموضوع في الاتنين بقى كده؟ طاقة الوضع هنا ام جي واي تو، خلاص ترجمة حرفية، نص ام في تو تربيع، تمام. هو ده اللي مطلوب، عاوزين مجموع الاتنين دول بيساوي مجموع ايه الاتنين دول. نبدأ المسيرة بقى. امال احنا كنا بنعمل ايه يا استاذ؟ بنسخن العربية، بنعمل المعطيات عشان نبدأ الإثبات. يعني دي معطيات، اه، والرسمة مهمة بالمناسبة. يعني أنا لو مش قدام الرسمة مش هعرف أثبت حاجة. طب بالراحة بقى كده مع بعض، أقول له من المعادلة التالتة برضه، اه، ما احنا اتفقنا في منهج الترم التاني أول ما بدأت معاكم التلات معادلات. طب بيقول إيه المعادلة؟ في إف تربيع بيساوي في أي تربيع زائد اتنين أي دي. يا استاذ ما عندناش اف، ما احنا اتفقنا ان ال دي في خلاص انيشيال، ودي في اف دي السرعه النهائيه، واستبدلنا الفي اي بايه؟ في 1، استبدلنا الفي اف بايه؟ بفي 2، وده اللي احنا هنعمله الوقت. طيب ما نخرج ده باشاره مخالفه كده الاول، اه، في مش هعمل اف بقى، في 2 تربيع، ركزوا معايا، ما هي دي السرعة التانية اللي عند باء، ها، ناقص في الاي هخليها واحد عشان نختصر الطريق، بيساوي اتنين بتساوي بتساوي اللي باقي لي بقى هنا، لان ده خرجتها بره باشارة مخالفة، ها، اتنين الاي اللي هي العجلة، الدي اللي هي ايه؟ واي. نركز بقى كده خالص، بضرب طرفي المعادلة. وانت بمزاجك يا استاذ ولا بتوع الفيزياء بمزاجهم؟ لا، بصوا كده، دي سرعة، يعني ايه استفدت انا ايه سرعة؟ ها، ودي جي مضروبة في واي، مش كمية فيزيائية ولا حاجة، يعني ملهاش منطوق قصدي، خلاص. فبنبدأ نفكر كالآتي مع بعض وبالراحة، ايه الترجمة اللي عايزين نترجمها؟ عايزين نترجم شوية حاجات. اولا إيه الفي تربيع لما اضرب بضرب طرفي المعادله في نص ام، ركزوا الكلمه دي كده، النص ام ديت هتحول الطرف الايسر لطاقه حركه على طول، وهتحول الطرف الايمن لطاقه وضع مباشر. يعني هي دي حلاوه الفيزياء، ان افهم انا بعمل ايه. يبقى بضرب ايه في نص ام؟ ليه في نص ام يا استاذ؟ لان لما الطرف الايسر اضربه في نص ام بقت طاقه حركه. طيب الناحيه دي، الناحيه اليمين، ها، بقت ايه؟ طاقه وضع. طب ما نشتغل يلا عشان الوقت. يبقى نص ام في تو تربيع ناقص نص ام في وان تربيع هتساوي، ها، النص، ها، هيطير الاتنين، اذا ما عادش اتنين، ها، يبقى اذا ام جي، يستحسن افك دي بالمره، مش عايزين نفكها بالمره عشان ما نتلخبطش اهي. طب الخطوه اللي بعد كده نفك الواي، معلش، المسافة الكلية بتساوي فرق المسافتين، درجة الحرارة الكلية في الكيمياء بتساوي فرق الدرجتين، تي 2 ناقص تي 1، يعني الواي دي هعملها كده، اه، ام جي، بصوا كده، واي 2 ناقص واي 1 زي تي 2 في درجة الحرارة ناقص تي 1 زي مثلا السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية.
خلاص دي هتنزل زي ما هي عشان ما نضيعش وقت. طيب نفك دي بقى بالمرة، نفكها على جديد كده، هتساوي ال ام جي واي 2 ناقص ام جي واي 1. انا عملت ايه؟ ضربت ال ام جي مرة في دي ناقص ضربتها في دي. خلاص ننزل دي بقى بالمرة كده، يبقى نص ام في 2 تربيع ناقص نص ام في 1 تربيع. عايزين نفهم دي ضروري النهاردة عشان الحصة الجاية بإذن الله نبدأ تطبيقات عليها، في مسائل حلوة، في أفكار حلوة أجيبها لكم عليها إن شاء الله. خلاص بصوا المنظر ده كده، دي طاقة إيه؟ حركة. ها دي طاقة إيه؟ وضع. طاقة الحركة أما بنطلع لفوق إيه اللي بيحصل؟ ها تتناقص. يعني إيه تتناقص؟ يعني هضرب في سالب واحد. طاقة الوضع أما بنطلع لفوق تتزايد، يعني هضرب في موجب إيه؟ واحد. لو فهمنا الحتة دهيت هنبقى زي الفل. ضرب هنا ايه؟ ضرب. طيب دي اما تتضرب في موجب واحد هتنزل زي ما هي. طب هنا لما اضرب في سالب واحد هعكس الايه؟ المقدارين اللي عندي. يعني ايه؟ يعني سالب في المقدار ده وسالب في سالب بموجب. طب انا اجيب الموجب بالمر، ها يبقى سالب في سالب نص ام في 1 تربيع، ها ناقص نص ام في 2 تربيع. ها يبقى انا ضربت ديت سالب في سالب بايه؟ بموجب. طيب اخر خطوه، هو اخر خطوه لسه في خطوه كمان؟ ايه هي اخر خطوه بقى؟ معلش السالب ده اهو هعديه بره هنا، والسالب ده اهو خلاص هدخله هنا وخلص الموضوع. طب ازاي يا استاذ؟ نشوف. نص ام في 1 تربيع زي ما هي، هجيب السالب ده هنا زائد ام جي واي 1. ادي الجزئيه الاولانيه. ايه هي يا استاذ؟ هنا طاقه وضع وهنا طاقه ايه؟ حركه. وهنا طاقه ايه؟ حركه. طاقه وضع وطاقه ايه؟ حركه. طب انت عاوز ايه يعني من الحته ديت؟ لو انتم ملاحظين دي واحد ودي واحد، يعني مجموع طاقة الوضع زائد طاقة الحركة عند ألف هتساوي، أنا هعدي دي هنا، اتفضل يا أستاذ، نص إم في تو تربيع زائد ديت زي ما هي إم جي واي 2. دي معناها يا أستاذ طاقة الوضع ودي معناها طاقة الحركة. مالها؟ الاتنين ده هم دي اتنين ودي اتنين، يعني عند باء. هو ده الموضوع؟ ومهم جدا. اذا مجموع طاقتي الوضع والحركة عند الف بيساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة عند باء، وهذا هو قانون بقاء الطاقة. ومسكوتش زي ما قلت في البداية، طاقة الميكانيكية. ده بيفيدني، ده حصتنا المرة الجاية إن شاء الله في مسائل جميلة جدا 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 وأفكار حلوة نبدأ نحلها إن شاء الله. مطلوب مننا بس نشترك في القناة، نبعت القناة دي والحلقات كيمياء وفيزياء وأحياء والحلقات التأسيسية لزمايلنا عشان كلنا نستفيد، وعشان القناة تنتشر ويبقى في سهولة في الرفع وسهولة في الحصول على قوائم التشغيل بسرعة. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.